Sen anlat Karadeniz. شو بكون حيصير مثل ما كل حياك انت وياها؟ يا امي في عنا شغل كتير وانت بتعرفي، لك وينهم لهلا هدول اثنين؟ يعني خبصتوا شعبان برمضان وحطيتوا الحمص فوق العدس، تصطفلوا علقتوا حالكم، انا ما دخلني رايح انام. يوه شو هالحكمة سنية خانم، فادتنا كتير. مصطفى شلون رح نلحق كل هالشغل؟ منلحق حياتي منلحق بإذن الله منلحق، بس انتي روقي وما تحملي الأمور. إن شاء الله إن شاء الله. تع فاتح تع تع تع. وعليكم السلام. السلام عليكم بتقول، ولا ما بتصبر لنقول لك وعليكم السلام؟ هل عد مستعجل؟ يي مصطفى ما تشتغل بالشب هلا. عود اخي تفضل عود. تفضل. بقعد. اصلا ما رح اقعد المسا، بقعد. وهي قعدت بلا ما ضل واقف. ايه؟ ما رح تطلعوا؟ طار. العقل طار. علي؟ أهلين مرت أخي. أهلين. شو كيفك طاهر؟ شو كأنه الزلمة جن؟ علي أنت منيح؟ طار 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 عقله للزلمة طار. عود خلصني. عود إيه والله ما له عرفان شو بده يعمل. هذا الشاب شكله ما رح يضاين للمسا ورح يوقع من طوله. آسية امشي. إيه يلا ماشي. فاتح بياخدكم. ماشي أخي ماشي. يلا الله يقويكم. يلا تيسروا انتو سووا على مقلك فاتح. حاضر. ليك اخي انا رح اخد علي مشان اجراءات كتب الكتاب بالمحكمة. الوراق جايبون معك مشان كتب الكتاب ولا لا؟ الوراق بالسيارة اخي. ايه الحمد لله منيح اللي ما نسي، بس لنخلص منرجع دغري. ماشي النسوان راحوا كلياتهم يشتروا فستان الحنة تبع اسماء من السوق، وبعدين رح نلتقى ببيت عمي عثمان مشان كتاب الشيخ. ايه صحيح وينو الامام؟ جبت الامام معك؟ امام؟ ايه لا انا ما جبت الامام. مصطفى دخيل عيونك ما تعمل فيه هيك حرام عليك. علي انت جبت الامام معك؟ طاهر انا ما جبت امام. اسمعوا بعد كتب الكتاب منجي لهون مشان الحلاقه وتياب واللذي منه. ها كثير حلو نعمل كل شيء هون لانه ما في وقت. ايه تمام اصلا حنه النسوان رح تطول لثمانية وقتها. منيح ذكرتني ليك نفس عطتني لسه لحفله الحنه بدها ليموناده وكيكه وغيره رح روح جيبهم لبين ما تخلصوا الاجراءات. ايه يلا لشوف يلا. صحيح علي دبرت موضوع شهر العسل؟ اي طبعا دبرته يا اخي، حجزت بافخم اوتيل باسطنبول. يا ربي دخيلك انا باسطنبول لكان. إيه؟ لك ليش هيك طابش هالقد وفوق منا باوتيل فخم؟ إيه؟ لا مو معقوله باسطنبول مو طبيعي. علوش انت منيح شي الزلمه جن والله جن. تمام يلا يلا ما عنا وقت. يلا علي يلا علي يلا. علوش انت بعد كتب الكتاب رح تبحلق مثل الاجدب هيك؟ لسه بكير على هالشي. يلا قوم انا عنا شغل الدنيا يلا خلصني. ولك شو صار له هاد؟ يلا قوم يلا عسو جن والله ماله طبيعي. خلصونا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عجلوا عجلوا عجلوا. نفس ما ترقدي انتي. آسية شي بتقولي عجلوا شي ما ترقدي؟ ما عاد فهمت عليكي. ليكي ليكي رقدت قبلنا طاير عقلها. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا فاتح يلا تحرك شبنا ليش واقف؟ يلا فاتح يلا امشي يلا عجلوا عجلوا. يي واقف واقف. انا جبتهم شي؟ جبتهم معي ما؟ جبتهم معي ما؟ جبتهم جبتهم. ايه ايه تمام يلا امشي يلا واقف واقف. لك انا جبت الوراق شي؟ ايه صح جبت.